بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الجولة في بداية السور الأمامي. وحسب معرفة المتواضع تصميم الفيلا يطلق عليه نيو كلاسيك، فهو مزيج من الحداثة والعراقة أو ما يقال عنه الكلاسيك أو التقليدي. الكراج الأمامي يتسع تقريبا لسيارتين، مستخدمين باب الشتر وتصميم السور الأمامي بسيط جدا، مستخدمين شرائح تيوبات توقع هذه تكون ألمنيوم مع الصبغ أبيض وتشجير بسيط. وما شاء الله يعني الباب الكبير اللي انت وداخل تحس بفخامة الفيلا، باب السور الأمامي يعني ما تحس انه سور خارجي وكأنه باب السور الداخلي. الفيلا شرحة جدا، واستخدموا نفس تكسيات الحجر اللي في السور الخارجي اللي يطلق عليه حجر ترافنتاين على حسب علمي. طبعا انا ما راح ادخل كثير في تفاصيل مواد التشطيب لاني ماني مختص، يعني عندي فقط معلومات عامة لاني اخاف اذكر معلومة خاطئة ممكن تجحف بحق الناس اللي اشتغلوا وابدعوا في هذا التصميم، فراح اتكلم بشكل عام عن الاشياء اللي اشوفها. في شيء عجبني في بلاط الحوش انه رغم اختلاف الوانه الا انه حافظ على تناغمه مع تصميم الواجهة الخارجية للفيلا، فما تحس انه كأنه لونه شاذ او شيء من هذا القبيل. طبعا هذا اللي على اليمين اللي شفتوه تقريبا كان مجلس مدخل، المدخل الرئيسي او مدخل رجال. في مدخلين للفيلا، المدخل الثاني تقريبا هو المدخل العائلي اللي راح نشوفه احنا ماشيين على التكملة لجولتنا على الحوش الخارجي. هنا على اليمين أيضا نفس نوع الحجر المستخدم. الحوش واسع كثير، يعني أقصد الممر. المدخل الثاني للفيلا أو ما يطلق عليه المدخل العائلي، وعجبتنا فكرة عزل المطبخ خاصة اللي يشتكي من روائح الطبخ، وتصميم المطبخ جميل ليحافظ على نفس تصميم الفيلا اللي هو تصميم النيو كلاسيك. راح نواصل جولتنا باستمرار الى الحوش الجانبي. هنا تقريبا مكان لوضع الغاز اذا ما خاب ظني. نعم بالفعل هنا في مغسلة خارجية. ولاحظ الامتداد البصري على امتداد الممر. وهنا ايضا في جلسة خارجية مقابلة للصالة الداخلية اللي راح نشوفها بعد شوي لما ندخل الفيلا. وهذا تصميم الباب اللي دخلت منه، تصميم باب السور الخارجي تقريبا هذا ألمنيوم. شوي في صوت بس ثقيل شوي وجميل بصراحة. وهذا نوع الحجر، أتوقع هذا حجر ترافنتاين، تصميمه حلو حتى العروق الموجودة عليه. وهنا شرائح تيوبات أو نقول إحنا تيوبات الألمنيوم وتشجير بسيط. والحين راح ندخل للفيلا من المدخل الرئيسي او مدخل الرجال ليستقبلنا هذا الباب الضخم ما شاء الله، وفيه لوبي جميل في مقدمة المدخل مع ثريا جميلة واطلالة جميلة للوبي المدخل على الحديقة الامامية.
صراحة معطية شراحة أكبر للمدخل، ونفس الشيء قابلنا هنا المجلس، مجلس الرجال اللي في باب سحب بإمكانك تفصله عن باقي البيت، أو بإمكانك تحطه مفتوح إذا كنت من محبي التصاميم المفتوحة. وصراحة المجلس أنيق وصغير، وعلى اليمين راح تجيك دورة مياه المجلس اللي هي عبارة عن مغسلة ودورة مياه، وما شاء الله محافظين على النوافذ الكبيرة اللي تعطي شراحة للمكان. وادخلوا نفس نوع من البلاط، نفس نوع البلاط لدورات المياه، ما شاء الله الباب الكبير تقريبا اللي دخلنا منه نفس نفس كبر حياتي ما شاء الله. يعني ما شاء الله في وزن، يعني ما يعني علشان تدفع بهالطريقة نحتاج لك قوة معينة. طبعا بالنسبة للأطفال راح يكون صعب عليهم بحكم وزنه، وما شاء الله على ارتفاع المدخل واسع ومرتفع جدا، وأيضا مسقوف ليعطي تظليل من أشعة الشمس. ومثل ما تكلمت في سابق المقطع أنه بإمكانك تحط هنا باب سحب تفصل المجلس عن باقي البيت. وبعدها راح تجيك المنطقة العائلية اللي هي عبارة عن صالة وقاع الطعام صغيرة، بالإضافة للمطبخ اللي دخلناه من المدخل العائلي في بداية تجوالنا في الفيلا. والحين راح نصعد للطابق الثاني من خلال الدرج اللي جاي على شكل يو شيب. وتشطيب الدرج حافظ على تصميم نيو كلاسيك اللي يظهر من خلال تشكيلة الدربزين المتعارف عليها بال تصميم الكلاسيك. وراح تقابلنا بالدور الأول صالة مفتوحة على غرف النوم، ما شاء الله الصالة فيها نوافذ مرتفعة وتدخل إضاءة كبيرة وتعطي الصالة اتساع رغم حجمها المتوسط. والحين راح ندخل لغرف النوم. طبعا الدور الاول يتكون من غرفتين نوم في الجهة الشرقية وغرفة نوم ماستر في الجهة الغربية، بمجموع ثلاث غرف نوم. هذه الغرفة الاولى تقريبا بامكانها تكون غرفة اولاد او غرفة بنات، بعدها ما تأثثت بس واضح من خلال الافياش انه ممكن هنا اماكن الاسرة. وهذه هي دورة مياه هذه الغرفة. ما شاء الله الشيء الملفت في هذه الغرفة اهتموا كثير بمسألة الإضاءة الطبيعية، فالنوافذ الكبيرة حاطينها في كل المساحات. والحين راح نروح للغرفة الثانية، هذه تقريبا غرفتين متناظرات بنفس الحجم تقريبا، بس باستثناء هذه شوية نافذتها أكبر من الغرفة اللي جنبها، وبنفس التنسيق تقريبا ما في اختلاف، مع دورة مياه خاصة بهذه الغرفة. ومثل ما قلت النوافذ الكبيرة حتى في الحمامات حطوهن وبمساحات كبيرة ما شاء الله. وهذه إطلالة الغرفة تقريبا تطل على الجهة الشرقية، هي تطل على الجهة الشرقية من جهة الجار. حين راح نروح لغرفة النوم الرئيسية اللي تطل على واجهة غربية وماخذة تقريبا كامل الجانب الغربي للفيلا، ما شاء الله انت وداخل يلفت انتباهك جمال الغروب، فعينكم على منظر الغروب الجميل ما شاء الله. هذا غرفة أحلامي، هذا غرفة أحلامي اللي أتمناه. ولو تلاحظوا طريقة عمل النوافذ فماخذة من الجانبين، الجانب الأيمن من الجدار الأيمن والجدار الأمامي اللي تعطي إطلالة بانورامية للغرفة. وعلى اليسار في حمام غرفة الماستر مع غرفة ملابس مفترض عملها في هذه المساحة. ما شاء الله حمام الماستر قصة ثانية، كبير في الحجم وماخذ تصميم الفنادق الفايف ستار، وفي ثلاث نوافذ أبرزها اللي تطل على غرفة النوم الرئيسية
وفي شاور مع مرحاض بنظام نقول احنا المرحاض المعلق. ولو حبذا كان الشاور، انا كنت اتمنى لو كان الشاور مخفي علشان يحافظ على نفس الفخامة. يعني انت حط كل شيء فخم وفجأة تحط الشاور بنظام. طبعا تبقى هذه وجهة نظر وهم لهم وجهة نظر مختلفة اكيد. وهذه اللي تكلمت عنها الاطلالة المميزة للجاكوزي. يعني انت وقاس في الجاكوزي هذا عادة مشكلة هالكلمة. زين خلونا نكمل ما علينا. انا دائما لما ادخل مثل الفيلا احب اشوف ضغط الماي، فاعتبر هذا الضغط ضعيف يعني لازم يزيد من ضغط الماي. وهذا هنا دواليب على اليمين نفس الشيء. ومثل ما ذكرت سابقا انه هنا في مكان مفترض تكون فيه غرفة الملابس، فحاطي لها سبيس كذا ممكن للمشتري علشان يفصل غرفة الملابس على ذوقه. بأمانة أنا أول ما دخلت الغرفة شدني منظر الغروب. بأمانة عاد اليوم الجو مسحب كما يقال، وعلى غروب الشمس منظر جميل جدا. ما أخذتنا لغرفة النوم رئيسية، فتخيل هذا غرفتك انت جالس هنا على اطلالة الجاكوزي وجالس جنب المدام وعلى هالاطلالة الجميلة. بصراحة المنظر جميل جدا جدا. خلونا من السوالف وخلونا نطلع للدور الأخير اللي هو دور السطح. طبعا هذه الفيلا عبارة عن دور أرضي ودور أول ودور سطح. هنا أول ما تطلع للسطح تجيك صالة. يعني أنا أفضل إن هذه تكون صالة ألعاب أو شيء من هذا القبيل، لأنه في صالتين، في صالة في الدور الأرضي وصالة في الدور الأول، فهذه تكون منطقة ألعاب أو إلها استخدامات أخرى. وما شاء الله على الإطلالة الجميلة جدا والنوافذ الكبيرة اللي ذكرت أكثر من مرة إنهم حافظوا عليها في هذه الفيلا. في هنا تقريبا غرفة نوم ضايفينها في السطح، تكون غرفة إضافية وحجمها، أو إنها ممكن هذه تكون غرفة عاملة ما أدري بصراحة، بس غرفة كبيرة جدا وفيها إطلالة جميلة ماخذة نفس إطلالة الغرف الشرقية اللي في الدور الأول. وهنا طبعا يعني مثل باقي الغرف تم تصميم الأفياش اللي تتناسب مع التأثيث المستقبلي المفترض. وهذه دورة مياه خاصة إلها مع نافذة بنفس الطريقة. تقريبا تصميم دورات المياه يتشابه كثيرا في معظم الفيلا. والحين راح نطلع على السطح. في سطح جميل ما شاء الله، وهنا عاد بيكون منظر الغروب أجمل. يا سلام يا الله يا الله. هذا يحتاج لها خليل البلوشي او حفيظ الدراجي. لا 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 لا. ما شاء الله على هالاطلالة الجميلة جدا جدا. يا الله بصراحة منظر جميل، ومنطقة السطح منطقة جميلة جدا. انت في مكان مرتفع وتشوف على كامل حواليك، كامل على اليمين وعلى اليسار وفي الأمام. ومثل ما ذكرت لكم منظر الغروب جميل جدا اليوم. وهذه الزاوية اللي على اليمين ماخذة تقريبا نفس إطلالة غرفة النوم الرئيسية على إطلالة بانورامية. حاب أشوف كيف عاملينها هذه. ما شاء الله مثبتة بطريقة محكمة.
ما أعرف بالنسبة للأطفال هل راح تكون مشكلة أو إنه ارتفاع؟ أتوقع ارتفاعها مناسب. ما شاء الله أنا ما قادر أشيل عيني من هالمناظر الجميلة. أنا شكلي راح أستأذن من أصحاب الفيلا وراح أرمس اليوم هنا جلست اليوم. عاد مباراة البرتغال مع المغرب، راح نجيب لنا هنا شاشة وراح نرمس هنا في هذا المنظر الجميل. وعاد إن شاء الله لازم برجع بالليل عشان أشوف كيف المنظر بالليل راح يكون. وطبعا هو المنطقة ما مكتملة هنا، ممكن راح تكون إضاءة، وفي هنا منطقة تشجير راح يعملوا أشجار، لأنه هنا في أحواض سباحة أحواض زراعة معدة مسبقا للزراعة، لأنه السطح تقريبا ما مكتمل. وبشكل عام الفيلا لاحظتوا أنه في التشطيبات النهائية كما يقال. وتقريبا هناك مسجد الكوثر، اتوقع مسجد الكوثر هنا، هذا من الاعلى المدخل الرئيسي اللي دخلنا منه من الاعلى. هذا تقريبا مجمل تغطيتي للفيلا، ما اتوقع تبقى شيء. الحين راح ننزل، ما شاء الله يعني السقف، نسيت اذكر ان السقف محطوط بشكل مثلث جميل. نظرة اخيرة للغروب الجميل اللي لفت اليوم انتباهي، وما شاء الله في اطلالتين لهذا الصالة على السطح من الجانب اليمين والجانب اليسار. وهذه منظر الصالة بشكل عام، صالة واسعة وشرحة. ايوة انا ذكرت سابقا انه ممكن تكون هذا غرفة العاملة. هنا في غرفة، اتوقع هذه راح تكون غرفة العاملة، هذه هي غرفة العاملة مع دورة مياه. هذه الغرفة كثير صغيرة يعني بامانة، ف يعني خلوا العاملة في الغرفة وحطوا هذه ستورة او اي شيء حطوه، يعني حرام الغرفة صغيرة كثير يعني. وهنا في تقريبا راح يكون لوندري اللي هي غرفة الغسيل، في هنا مغسلة صغيرة. وهنا تقريبا في سطح للتنشير، ايوه مثل ما توقعت في سطح للتنشير، وفي درج يطلعك لسطح الملحق العلوي اللي موجود فيه التكييف والخزان العلوي. من الأشياء اللي أشوفها مهمة تكون مثل السطح اللي جنب غرفة الغسيل. وهنا اللي هو عداد الكهرباء، وضعه في منطقة السطح ومكانه مخفي وغير مشوه يعني غير ظاهر. هذه هي إطلالة الصالة الجميلة جدا بصراحة، يعني من الأمام وعلى اليمين، يعني تحس انه امتداد بصري جميل جدا. وحتى هنا وانت نازل في نوافذ كبيرة وشرحة. انا دائما ما يعجبني الدرج يكون بحركة اليو شيب، لانه يكون اسهل وغير متعب للصعود او النزول. هذه حركة جميلة عجبتني بالفيلا، اللي هو التواصل البصري او ان نقول
تواصل مكاني يعني من الدور الأرضي إلى الدور إلى الملحق العلوي اللي هو الدور الثاني، ما شاء الله في امتداد وتواصل بين الطوابق. لو حبذا لو كان هنا سكاي لايت بيكون الوضع أجمل بكثير. يعني تخيل انظر إلى الامتداد البصري من الأعلى إلى الأسفل. هنا نسيت أغطي لكم هذه الغرفة، في غرفة في الدور الأرضي، غرفة نوم ضيوف جنب المطبخ، أنا ما غطيتها فالحين راح أرجع. تقريبا نفس تشطيب الغرف السابقة. هذه غرفة ممكن تكون غرفة نوم ضيوف، وعلى نفس النوافذ الكبيرة، وفي أفياش معدة مسبقا للأثاث المستقبلي، وفيها إطلالة على الارتداد الجانبي. تقريبا خلصت كل جوانب الفيلا. أنا راح أنتظر إلى الغروب إن شاء الله، بعد صلاة المغرب راح نصلي في مسجد الكوثر ونرجع لنغطي الفيلا بالليل. أريد أشوف الإضاءة، مثل هذه الإضاءات ما شاء الله جميلة جدا اللي حاطينها على السور. راح أرجع بالليل وأشوف كيف شكل الإضاءات، أكيد راح تكون جميلة جدا هالجلسة الخارجية اللي مطلة على الصالة العائلية وفي إضاءات مجوفة داخل السور. حبيت أذكر ملاحظة، أنا هنا مجرد زائر يعني، لأني تحصلت تعليقات على زيارتي لفيلا سابقة يسألون عن بعض التفاصيل اللي أنا ما راح أكون قادر على الإجابة عليها. يعني يسألون عن مواد التشطيب، عن مساحات الغرف، أنا مجرد هنا زائر، فهم حطوا الدعوة عامة للجميع لزيارة هذا المشروع، فأنا تواصلت فقط مع المصممة أو المعمارية أسماء كانت هنا موجودة، فسألتها بعض التفاصيل وذكرت لكم إياها، هي مسألة سعر الفيلا والمساحة ومساحة الفيلا، بس تفاصيل أخرى، تفاصيل نوع مواد تشطيب، هذا بورسلان، هذا رخام، هذه أشياء ما أعرفها، فراح أستبق التعليقات مسبقا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. للأسف وأنا جاي أغطي الفيلا بالليل ما شاء الله أصبحت الفيلا مزحومة، ما شاء الله في زيارات كثيرة، فراح أحاول أغطي بقدر الإمكان. أنا عاد لازم ما أقدر أفوت تغطية السطح، فهذا السور الخارجي بالإضاءات الليلية، هذا باب السور الخارجي وشكل الواجهة الأمامية مع الإضاءات في الليل، ما شاء الله الإضاءة جميلة جدا. وتقريبا بعد ما مكتملة اللي هي إضاءة هذا الممر الجانبي، لا أيوة في إنارة هنا على الجدار، هذه الإنارة موجودة هنا، فهم حاطينها إضاءة بسيطة. وللأسف طلع السطح مو مثل ما توقعت اني اشوفه، بحكم مثل ما تكلمت قبل انه مو جاهز، يعني الاضاءات ما جاهزة ولا الحواض الزراعة، بس بعد هنا المكان جميل وحل الواحد يسهر هنا بالليل. هذا مجمل التغطية، وحياكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالمقطع. شكرا لكل من استمر في المتابعة حتى النهاية، وحياكم الله.